مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجودة اللي تطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. نبدأ نشرتنا الجودة بهذا الصورة اللي اخترناها لكم من هذا اليوم. نحب بكم من بين المناظر الجميلة والخلابة اللي تشهد إذن إقبال عديد من السياح خاصة في فصل الصيف. نحب بكم الكاب كاربون بالضبط ببجاية. وضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام راح تخف الأمطار على أغلبية الولايات. نترقبوا بعض القطرات من الأمطار على العموم ضعيفة على أغلبية الولايات الشرقية الداخلية، رعود منعزلة راح تكون في الموعد على الولايات الساحلية، الولايات الداخلية، ولاية الهضاب العليا، أجواء نوعا ما غائمة على أبواب الصحراء. درجة الحرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام، إذا مع فجر الجمعة درجة حرارة راح ترتفع نوعا ما مقارنة بالأيام الفايتة خاصة على ولاية الهضاب العليا وينسجلوا من 19 حتى 15 درجة مئوية، 120 درجة مئوية على تندوف و30 درجة بأقصى الجنوب برج بجي مختار إنقزام إنزاوا وأباليسا. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة مشاهدينا بعد ظهيرة نهار الغد الجمعة إن شاء الله تبقى رعود منعزلة في الموعد، بعض القطرات خفيفة على أغلبية الولايات الساحلية الوسطى الداخلية ولاية الهضاب العليا، راح تسمى كما سبق وذكرنا هاد الرعود المنعزلة دون فعالية ولايات الداخلية ولايات الهضاب العليا، زوابع رملية تبقى نشطة على أبواب الصحراء على طمنست وأقصى الجنوب. درجة حرارة إن شاء الله بعد ظهيرة الجمعة إن شاء الله درجة الحرارة راح ترتفع، إذا ابتداء من يوم الجمعة درجة الحرارة راح تبدأ ترتفع تدريجيا على أغلبية الولايات الساحلية الداخلية ولايات الهضاب العليا، 27 درجة مئوية على الجزائر العاصمة وضواحيها، 29 حتى 30 درجة على وهران مستغانم على مغنية على سيدي بلعباس، كذلك 38 درجة حتى 39 درجة على أبواب الصحراء و42 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب برج بجي مختار إنقزام عنزوة وأباليسا. للملاحة الصيد البحري، البحر على العموم مع الصباح راح يكون مضطرب هائج على اغلبيه السواحل الوسطى الشرقيه الغربيه بعد الظهيره، اذا باذن الله يكون قليل اضطراب الى جميل شباب خاصه على سواحل العوانه ديجل مع اتجاهات الرياح كما لاحظوا مختلفه من شماليه شرقيه الى شماليه غربيه الى جنوبيه غربيه. مشاهدينا لهنا حقنا ختام عد نشرتكم الجويه لنهار الغد الجمعه. نختموها كالعادة بموعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس، إذا الشروق على 5:28 دقيقة صباحا، أما الغروب على الساعة 8:06 دقائق مساء. أكيد نقول لكم لمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا مواقعنا اللي هي دائما في خدمتكم. ابقوا مع برامج الوطنية تيفي، ابقوا على خير، متابعة شيقة مع بقية برامجنا، تهلا في رحتكم.